السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من الدورة التعليمية لتعلم برمجة المايكرو كنترولر عن طريق برنامج فلوكود النسخة 5. الحلقة الماضية كما شفتم معنا خصصناها بأكملها لزافيشور أسات سيغمو سواء إن سول ديجيت أو لا بليزيور ديجيت. هذه الحلقة أيضا غادي نخصوها لواحد النوع من لي زيكرون هو إكرون إل سي دي أكريستال ليكيد. كيفاش نقدروا نديروا لا مانيبيلاسيون ديال هذا ليكرون هذا اترافير لي فونكسيوناليتي ديال لا روتين كومبوزون. هاد لي فونكسيوناليتي غادي نتعرفوا عليهم من خلال واحد لو بروغرام اللي كيمكننا اننا نافيغيو في واحد لو منيو من 4 اونغلي اترافير هاد لي بوطون بوسوار هاد لي دو بوطون بوسوار. وهاد لو منيو هذا غادي يمكننا من اننا نقراو لي فالور ديال ان بوتونسيومتر دي تيب ديفيرونت، يعني اما نقراو اون طونك اوكتيكت اونتي او لا فولت. كما شفتوا معنا اول حاجه كتبان هي المنيو برينسيبال. الى كليكينا البوطون بوسوار كنافيغيو ما بين هاد لي زونغلي ديال لو منيو. غادي نقراو بوتونسيومتر كوم اونتي او لا كوم اوكتيك، يعني من 0 حتى 255 او لا كوم اون طونسيون من 0 حتى 5 فولت. بقاو معنا باش تشوفوا كيفاش درنا هاد البروغرام هذا، باش نتعرفوا على كيفاش نقدروا نبروغراميو ان ميكرو كونترولور باش نحصلوا على هاد لافيشاج في ليكرون اي سي دي اكريستال ليكيد. بسم الله، اول حاجه كنترول ان باش نفتحوا بروغرام جديد، كنختاروا لا بيس، من بعد كنديروا لا بيرسوناليزاسيون ديال الانترفاس، قبل ما نبداو في لو بروغرام ديال لو منيو اللي درنا اللي شفنا السيميلاسيون ديالو في ايزيس. غادي نشوفوا دي فونكسيوناليتي اللي كاينين في هاد لا روتين كومبوزون واللي خاصه بالافيشور او لا بليكرون اي سي دي اكريستال ليكيد. اختاروا هنا صورتي ال سي دي واختاروا واحد البوطون بوسوا باش نديروا بيه لا مانيبيلاسيون ديال هاد ليكرون هذا. ثاني حاجه لا كونيكسيون بار ديفو غتلقاو في البول بي من البيت 0 حتى البيت 5. بوطون بوسوا غادي نلقاو في البور ا بيت 0، غادي نحولوه لبيت 1 حيت بيت 0 غادي نخصو من بعد البوتونسيومتر ملي نبداو في البروغرام ديالنا. اوكي، اول حاجه كنبداو بها هي كنديرو اون روتين كومبوزون في لو ديبي ديال البروغرام، كنكليكيو دو فوا ال سي دي ونديرو اون انيسياليزاسيون. ضروري خصها تكون انيسياليزاسيون في لو ديبي ديال البروغرام الا كنتو خدامين بالال سي دي. ثاني حاجه نديرو اون بوكل. ثالث حاجة غادي نديرو اون اونتري، ندير ليه واحد لا فاريابل بي بي ان دو تيب بول دو زيتا اكتيف و نو اكتيف، بيت اونيك درناها في واحد، اون ديسيزيون سي اوتون بو سوا، روتين كومبوزون ال سي دي ديسبلاي. غادي نختارو هاد لا فونكسيون كورسور. هاد كورسور هادي كتحدد لنا لا بوزيسيون اللي غادي يكون فيها لافيشاج اللي غادي نختارو، يعني اما نومبر او لا تيكست او لا كاركتير سبيسيو. يعني هنا كورسور ملي كتكليكيو عليها كيبان لنا هاد لو دي هاد لي دو كاز اكس اي ايغريك. اكس بالنسبه لي زاكس ديال لي زيكس و ايغريك خاصه بلي زاكس ديال ايغريك. يعني كما كتشوفوا معنا هنا في ليكرون عندنا دو لين اللي هما لاكس ديال ايغريك، وعندنا 16 كاز اللي هما لاكس ديال لي زيكس من 0 حتى 15 وبالنسبه للين من 0 حتى 1. يعني هنا الا درنا 0 0 غادي نكونوا بار ديفو اختارينا هاد لا كاز هادي، حيت هنا كيبدا من غوش ادروات ومن الفوق للتحت، يعني 0 الفوق اللي هي ايغريك، ايغريك 0 اللي هي الفوق، و ايغريك 1 اللي هي التحت. كنختاروا ثاني روتين كومبوزون LCD display، وكتختار اما غتافيشي نومبر او لا غتافيشي ان تيكست. الا درتي تيكست غادي دير واحد لو غيومي وتمشي ما بين لي غيومي، يعني اونتر لي غيومي هنا غادي تكتب تيكست اللي بغيتي. اوكي، غادي نديرو بلاي. الا كليكينا على البوطون بوسوار غادي يبان لافيشاج ديال التيكست اللي كتبنا وحددنا لو ديبي ديالو اللي غادي يكون هنا في هاد لا بوزيسيون 0 0.
وغادي نديرو عاوتاني واحد لا روتين كومبوزون هنا يعني لا مانيبيلاسيون كومبليت ديال هاد لافيشور ال سي دي او ليكرون ال سي دي كريستال ليكيد في لوكود كديروها اترافير هاد لا فونكسيون ديال روتين كومبوز ميمكنش شي طريقه اخرى تبروغرامي بها هاد ليكرون او لا تبروغرامي بها البيك باش يكون عندنا واحد لافيشاج ديال هاد ليكرون هذا من غير هاد لا فونكسيون روتين كومبوز اون كليك دو فوا هنا هنا الى كليكينا على البوطون بوسوار وي تافيشي لنا هاد التكست اللي اختاريناه في الكورسور 00 سينو غادي نديرو LCD display و غادي نديرو effacer يعني طون كو لو بوطون بوسوار ريأكتيف لافيشاج غادي يكون الى رولاشينا البوطون بوسوار غادي تكون ان effacement ديال ليكرون LCD هذا بالنسبة لكريتير و الافاسمون الى بغينا مثلا افيشيو ان نومبر غادي نبدلو فقط هنا هاد اكخير شين غادي نديرو اكخير نومبر غادي نكتبو النومبر اللي بغينا اما نافيشيو اون فاريابل اللي كتبدل لا فالور ديالها او نافيشيو ان نومبر اللي فيكس ولا ان شيفر مثلا نديرو 12 الى كليكينا البوطون بوسوار غادي نكون كتبنا 12 في لا بوزيسيون اللي اختاريناها قبل اللي هي 00 الى بغينا نافيشيو في لا دوزيام لين غادي نبدلو فقط 0 اللي كتبناه في لاكاز ديال الايكغيك وغادي نديروها 1 الى بغينا نديرو واحد التكست اللي كيكون كيبدل لا بوزيسيون ديالو اوتوماتيكمون يعني كاين واحد ديغولمون ديال التكست غادي نختارو هنا روتين كومبوزون ال سي دي ديسبلاي غادي نختارو كيرسور كما العادة اختارو 0 0 اختارو اون اوتر روتين كومبوزون غادي نديرو هاد المرة ال سي دي ديسبلاي اكخير شين يعني التكست غيومي ونمشيو لونتر لي غيومي ونكتبو التكست واخا يكون تكست طويل غادي نديرو ليه واحد لا ميثود باش يتافيش التكست كامل يعني يكون واحد ديغولمون ديال التكست كامل يمشي اما اغوش او لا دروات على حساب لا ديريكسيون اللي غادي نختارو من بعد كما شفتو معنا التكست اللي هو طويل اكثر من 16 كاركتير الى درنا اوكي يعني التكست ما بانش كامل ولكن الى زدنا واحد لا روتين كومبوزون هنا LCD display درنا ديغولي افيشاج اختارينا لا ديريكسيون عندنا دو ديريكسيون اما اغوش اما ادروات اغوش اللي هي 0 ادروات اللي هي 1 بالنسبه هنا لهاد لاكاز هادي اللي فيها نومبر بوزيسيون كتختار الموفمون شحال غادي يكون من كاز واش اون سول كاز ولا دو كاز ولا تروا كاز كتختارو هنا الى درنا مثلا ديبلاسمون غادي يكون اون كاز درنا واحد ديلي ديال مثلا 200 ملي سكون غادي نكليكو على بلاي كتشوفو الديغولمون ديال التكست اغوش يعني ما تحتاجوش انكم ديروا اون مثلا فاريابل ديروها في كورسور في لا فونكسيون كورسور وتبدلوها باش التكست يديغولي يعني كيديغولي هنا اوتوماتيكمون في لا ديريكسيون اللي اختاريتو وبلا فيتاس اللي اختاريتو في الديلي وبشحال من كاز غادي ديبلاصا الى بدلنا هنا مثلا لا لين درنا 1 وبدلنا لا ديريكسيون درنا 1 غادي التكست غادي يكون في لا دوزيام لين وغادي يمشي في لا ديريكسيون ا دروات الى بغينا نديرو لي فاسمون ديال اون لين بريسي كاين هاد لا فونكسيون هادي ال سي دي ديسبلاي اي فاسيلين يعني ما يمكنش تمحي بلا ما تمحي ليكرون كامل الا احتاجيتي فقط انك تمحي اون لين اون سول لين ملي كيكون عندك مثلا ليكرون ال سي دي كومبوزي دو بليزيور لين ماشي غير جوج الا دخلتو معنا هنا البروبريتي ديال ليكرون ال سي دي كتلقى عندك بليزيور شوا عندك مثلا حتى 40 كاز في لا لين وعندك دو لين هنا عندك 20 كاز 4 لين وعندك 16 كاز 4 لين يعني الا حسبتوما لافيشور اللي غادي نخدمو به اولا اللي عندكم اون رياليتي هو باش ديروا لي لا سيميلاسيون بالنسبه لهاد لا فونكسيون ديال اكخير كاركتير كاين واحد الطابلو ديال الكود اسكي شاكر نومبر عنده واحد الكود ديالو اولا واحد الكاركتير سبيسيال ديالو كيتافيشا الى اختارينا مثلا هنا حيدنا هاد ديغولي افيشاج التمبوريزاسيون
درنا مثلا في الكورسور 0 في لا لين في لا دوزيام لين اللي هي 1 خسرينا اننا نديرو اكريير كاركتير ودرنا الكود ديالو مثلا 17 بار اكزومبل غادي افيشي لنا واحد الكاركتير سبيسيال اللي هو هاد تريانغول هذا يعني كاين لي طابلو ديال لي كود اسكي راه موجودين في جوجل الا قلبتو عليهم صيفط لكم واحد لو بروغرام الا بغيتو تعرفوا على لي كاركتير اللي كاينين عندنا في لو كود في لو كود اسكي هاد لو بوتي بروغرام اللي كيمكنكم انكم تعرفوا لي كاركتير سبيسيو اترافير دو بوطون بوسوا لا كليكينا على بلاي كما كتشوفوا شاك نومبر او شاك شيفر فوقو الكاركتير سبيسيال اللي كيكون في الطابلو ديال الكود اسكي باغ اكزومبل هنا 20 الكاركتير ديالها هو هذا 40 هاد هاد بارونتيز 60 هاد الكاركتير سبيسيال ديالها اكسيتيرا لو بروغرام غادي نحطو ليكم في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو الى احتاجيتو هاد لي كاركتير سبيسيو يكفي فقط انكم تدخلوا لهاد البروغرام وتنافيغيو اترافير هاد لي بوطون بوسوار وتشوفوا نتوما لو سامبول اللي بغيتو تخدموا به في البروغرام ديالكم وتعقلوا على لو نومبر ديالو وديروه في البروغرام الان غادي ندوزو لا تروازيام بارتي ديال الفيديو اللي هي البروغرام اللي شفنا السيميلاسيون ديالو في البريزونطاسيون في ايزيس الان في لا تروازيام بارتي ديال الفيديو غادي نشرحو البروغرام اللي شفنا في الاول ديال الفيديو ديال هاد لو مونيو هذا النافيغاسيون كيفاش درنا ليها اترافير هاد لي زونفي ديال المونيو كيفاش قدرنا نقراو هاد البوتونسيومتر بطروا فاصون ديفيرونت هذا هو البروغرام في لو كود ديال السيميلاسيون اللي شفنا دابا اول حاجه كنبداو بها كما قلنا هي ال سي دي ديسبلاي انيسياليزاسيون ضروري خصها تكون انيسياليزاسيون في الديفي ديال البروغراماسيون ديال ال سي دي الا ما درتوش هاد انيسياليزي ودرتو سيميلاسيون في ايزيس غتلاحظوا ان ليكرون اليمونتي غادي يشعل ولكن ما غادي افيشي والو هنا درنا بوزيسيون 4 0 يعني في لا بوزيسيون 4 في زاكس ديال لي زيكس و 0 بالنسبه للاكس ديال الاي يعني في لا بروميير لين افيشينا هاد لا فراز ديال بونجور ابري اون سيكوند افيشينا لا دوزيام فراز هنا الحمري و ابري اون سيكوند درنا نيفاسمون ديال ليكرون ال سي دي اختارينا روتين كومبوزون ال سي دي ديسبلاي افاسي ودرنا واحد لينيسياليزاسيون ديال لا فاريابل كونتور اللي تقدروا ديروها هنا اترافير هنا ولا اترافير هاد لا فونكسيون كالكول ماشي مشكل بحال بحال في لو ديبي ديال البروغرام درنا هاد لا فونكسيون اللي هي ملتي ديسيزيون اللي كتشبه لا فونكسيون اللي خدمنا بها قبل ديسيزيون ولكن هنا فيها بليزيور شوا اللي كيكونوا فيكس ماشي فاريابل يعني كتختاروا هنا لي شوا اللي بغيتو لي فالور اللي بغيتو الا مثلا كونتور كانت كتساوي هاد لا فالور هادي غادي دير لي زاكسيون اللي غادي يكونوا هنا الا كانت كتساوي لا دوزيام فالور غادي دير لاكسيون لي زاكسيون اخرين غادي ديرهم فهاد لونغلي هذا وهكذا دوالي هنا بالنسبه لهاد لافيشاج اللي كتشوفوا هنا ديال المنيو المنيو برينسيبال الا كليكينا على البوطون بوسوار مثلا كيتافيشي لنا اما لير ا دي سي اون اونتي او لا اوبتي او لا فولت درناه غراس هاد لا فونكسيون ديسيزيون او لا ملتي ديسيزيون يعني الا كان كونتور كيساوي 0 هاد الكونتور هذا اللي درنا ليه ان انكريمونطاسيون او لا ديكريمونطاسيون اترافير هاد لي دو بوطون بوسوار اللي شفتو معنا هنا كاينه اونتري وكاينه وراها اون ديسيزيون سي بوطون بوسوار نيميرو 2 غادا تكون اون انكريمونطاسيون سي بوطون بوسوار نيميرو 1 غادا تكون اون ديكريمونطاسيون وهاد الميني بوك اللي كنديرو ديما باش يكون ان فريناج ديال لانكريمونطاسيون او لا ديكريمونطاسيون ما تكونش كونتينيو على حساب الريبيتيسيون او لا فيتاز ريبيتيسيون ديال البوك
رجعوا الملتي ديسيزيون ديالنا. الى كان الكونتور اللي درنا ليه ديكريمونطاسيون اولا انكريمونطاسيون على حساب هاد لي بوطون بوسوار الى كان كيساوي لا فالور ديالو كتساوي 0 غادي يكون واحد ليفاسمون ابري غادي يكون في واحد ليكريتور في هاد لا بوزيسيون اللي اختاريناها هنا 00 غادي تكتب مني برينسيبال. علاش درنا هاد لا ديسيزيون هادي؟ باش ما يبقاش هاد لوردر ديال ليفاسمون وديال ليكريتور يبقى يتعاود اشاك فوا que le boucle se répète. يعني مثلا الى كانت الكونتور كيساوي 0 و الى كانت كلين هاد لا فاريابل اللي زدناها على قبل هاد باش نحلو هاد المشكل ديال ريبيتيسيون ديال لي فاسمون. سي كلين ايغال ا 0 نو غادي تولي تساوي 0 وغادي يكون واحد لي فاسمون ديال ليكرون وفي الكورسور 00 غادي يكتب لينا منو برينسيبال. سينو يعني الا ما كانش كتساوي 0 او لا الا كانت كتساوي 0 باردون ما غادي يطرا والو يعني غادي تكتب لينا مره واحده وغادي تمحى لنا ليكرون مره واحده. وغادي نتعرفوا الان الا حيدنا مثلا هاد ديسيزيون درنا لها اليميني درنا هاد الشيء هنا ودرنا بلاي غادي نلاحظوا ان المنيو برينسيبال كاين فيه واحد الكلينوتمون يعني اشاك فوا كو لو بوكل سو ريبيت كيكون واحد لي فاسمون ديال ليكرون وكيكون هاد لي كلوتور ديال المنيو برينسيبال كيبقى يتعاود لوردر اشاك فوا كو لو بوكل سو ريبي. حنا باش نوقفو هاد المشكل درنا هاد ديسيزيون هادي سي كلين ايغال ا 0 نو غادا تولي تساوي 0 وغادي تمحى ليكرون وفي الكورسور 00 غتكتب لنا المنيو برينسيبال. الا كانت كتساوي 0 ما غادي يكون والو ما غادي يطرا حتى اكسيون. درنا لا ميم شوز بور لي زوطر اونغلي يعني بور لونغلي ديال لي ADC كوم اونتي او لا لي كوم اوكتي او لا لي كوم فولت يعني نفس لا ميثود ديال ديسيزيون. هاد المره سيكلين ايغال 1 نو غادي تولي تساوي 1 وغادي تمحي لنا ليكرون وفي الكورسور 00 غادي تكتب لينا لي ADC اون اونتي. ابري كاين واحد لا روتين كومبوزون هنا اللي خصصناها للADC واخترنا فيها لو تيب ديال لا ليكتور اللي غادي تكون البوتونسيومتر. هنا اختارينا اون اونتي حيت هنا في لونغلي اللي مافيشي فيه ليغ ا دي سي اون اونتي. وميم شوز بور لي زوطر اونغلي فيهم ليغ اون اونتي بالنسبه للا دي سي وفي لافيشاج في لابوزيسيون 00 كتبنا هنا ليغ ا دي سي اون اونتي. ودرنا هاد لا ديسيزيون هادي باش ما يبقاش يتعاود لوردر ديال لي فاسمون وديال لي كلوتور. بالنسبه لهاد لا فالور اللي كتكتب هنا الا لاحظتوا ملي كنبدلوا كورسور كتبدل لا بوزيسيون ديال لا فالور. مثلا هنا الا كانت كتساوي مثلا 10 لا بوزيسيون هي هذه. الا ولات كتساوي اكثر من 10 كتبدل لا بوزيسيون كتولي تساوي هنا. الا كانت كتساوي 1000 اولا سوبيريور ا 1000 كتبدل لا بوزيسيون كتساوي هنا كتولي هنا. كيفاش درنا ليها؟ درنا اترافير دي ديسيزيون يعني سي لو كونتور اي ديفيرون دو زيرو. علاش؟ حيت ملي الكونتور كيكون كيساوي زيرو كتكتب لينا فقط المنيو برينسيبال اللي ما فيه حتى ليكتور ديال البوتونسيومتر. يعني خاص الكونتور تكون ديفيرون ا زيرو باش نديرو فيه هذيك لا موديفيكاسيون. هنا اختارينا دي ديسيزيون الاولى كتبنا فيها سي بوتونسيومتر يعني لا فاريابل اللي خصصناها البوتونسيومتر اي انفيريور ا 10 كورسور لا فاريابل اللي خصصناها لا بوزيسيون ديال لافيشاج ديال هاد لا فالور هادي ديال البوتونسيومتر كورسور غادي يولي يساوي هنا 8. يعني لا بوزيسيون ديال الكورسور غادي تكون هي 8 وهنا في لا بوزيسيون 5 1 غادي تكتب لينا هاد لي زيرو هاد. يعني الا كانت لا فالور ديال البوتونسيومتر صغر من 10 غادي تكتب زيرو ا غوش ديال هذيك لا فالور. يعني ما نحتاجوش اننا ناخذ هذوك لي فالور او هذوك لي كاز اللي كاينين حدا لا فالور ما غادي نافيشيو فيهم والو. اذا غادي نافيشيو فيهم زيرو. الا كليكينا على بلاي غادي يبان لكم هنا مثلا الا كانت الفالور ديال البوتونسيومتر باردون اقل من 10 كيتافيشاوها لي 3 0 ا غوش ديال لا فالور. الا كانت مثلا اقل من 1000 غادي تافيش لنا فقط 0 1 والا كانت اقل من 100 غادي تافيشيو لنا 2 0 ا غوش ديال لا فالور. درناها ايضا اترافير هاد لا فونكسيون ديسيزيون يعني سي لا فالور ديال بوتونسيومتر انفيريور ا 10
La variable curseur a dit tout le 8 millions. Ou la position 5,1 a dit afficher 3, 0. Si la variable potentiomètre, la valeur de là est supérieure ou égale à 1000, curseur a dit le 8 comme ça. Ou les 0 m'a dit juste afficher. Ou dit ça là. La valeur a dû être comparée à 1000, et on a besoin des 4 cases de la valeur. Et là, on a besoin de l'affichage. Le blast x a une valeur constante, et on a besoin une variable qui a été utilisée pour la valeur du potentiomètre, ou est-ce que c'est 10, ou la 100, ou la 1000. Et c'est ce qui est le cas, on a besoin de la décision de si compteur est différent de 0 ou égal à 0. Il y a un qui est 0. غادي يكونوا هاد لي شونجمون هادو الا كان كيساوي 0 يعني راه عندنا في لافيشاج هنا مولي برينسيبال ما نحتاجوش هاد لي شونجمون اللي اختارينا. يا طرافير هاد لي فونكسيوناليتي هنا قدرنا نحصلوا على هاد لافيشاج اللي كتشوفوا هنا مولي برينسيبال لي اونتي اوبتيك او لا فولت. انا سبق لي درت لا كومبيلاسيون ديال هاد البروغرام درت البرونشمون في ايزيس اللي شفتو في الاول ديال الفيديو. كنتمنى اني نكون استوفيت الشرح بالنسبه للافيشور او لا ليكرون ال سي دي اكريستال ليكيد. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وما تنساوش انكم ديروا لنا ابوني لاشين ديالنا في يوتيوب وجيم لاباج ديالنا في فيسبوك. شكرا والى اللقاء.